ناجح هو بيتكلم قال لي العزلة المصرية، يعني الفاكسين طلع من عزلة مصرية، ده يعني ايه؟ ترجمته ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ترجمة ان احنا شغالين بنعمل سكرين او بنشوف معظم السلالات اللي موجودة منتشرة على مستوى الجمهورية. احنا بنجمع عينات من اماكن كتير، وده بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية. فبنختار الفيروس اللي هو سيركيوليتنج في مصر عشان ينفع كسلالة تصد كل الفيروسات اللي موجودة في مصر وفي العالم. يعني هو دلوقتي الكورونا فيها سلالات كتير، بنسمع سلالات كتير، الألفا والبيتا والجاما والدلتا والمايكرون، فكل الحاجات دي والميوتيشنز اللي بتحصل، ولازم يبقى في حاجة اسمها سيرفيلانس، أو لازم يبقى في استقصاء مستمر للفيروسات اللي منتشرة على مستوى العالم عموما وكلها متشابهة لغاية دلوقتي، ما فيش اختلافات كبيرة. ففي منطلق اللي أنا المنظور الشخصي، يعني هل احنا هنحتاج نغير فاكسين او لا؟ فأتوقع ان هو محتاج دراسة لسه، بس الفاكسين الحالي، الفاكسينات المنتشرة على مستوى العالم كله قادرة تصد كل الشغلات الموجودة. خليني في الفاكسين المصري اللي هو كوفيماكس. كوفيماكس او كوفيفاكس، وده معزول من عينه مصريه. لان نسبه، يعني نسب الفعاليه، نسب السيطره على اللقاح، نسب تضاد اللقاح ومناهضه اللقاح والدفاعات الجسم وكذا ذلك. تمام. بالنسبه للناس اللي لغايه دلوقتي احنا بنعمل الدراسات كلينيكال ترايل حاليا شغالين فيها، والنتائج مبشره جدا. وزي ما قال دكتور محمد ان احنا اخذنا اللقاح ده بصوره تجريبيه. انا اخذته عن نفسي قبل ما تسافر المانيا، قبل ما اسافر وعملت التحاليل هناك. وطلع مدي تايتر عالي جدا. يعني واخدت اللقاح برضو الالماني، عشان هو هناك لازم تمشي باللقاحات، طبعا ده مش 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 مسجل يعني لسه. بس قبل ما اخد اللقاح كان في عندي اجسام مضاده قويه وبصوره كبيره. بالنسبه للدراسات اللي هي المبدئيه اللي احنا بدانا فيها، كانت النسبه معديه 90%. 90%. انتوا مطمئنين للقاح؟ مطمئنين طبعا للقاح بنسبه كبيره جدا. يعني انا لو قدامي مجموعه لقاحات استرازينكا، موديرنا، كل سينوفارم، كل ده موجود، ولقيت الكوفي فاكس، يفضل اللقاح المصري لان ده من عزله مصريه، انسب للجسم المصري، انسب للجسم المصري والجسم الخارجي بره مصر كمان. هو مش لقاح، احنا بنعمل لقاح مش لمصر بس. انا فاهم. اللقاح بيبقى للعالم كله، بس هو من عزله مصر، من عزله مصريه، من اصل مصر، من اصل مصري. واللقاحات كلها بتدي كفاءه عاليه برضو، مش بقى معناه ان احنا اللقاح بتاعنا الواو، او اللي هو احنا ما بنقللش منه، ولا ما بنقللش من اللقاحات التانية، ولا بنعمل بروباجندا للقاح بتاعنا. بس الفكره ان احنا اللقاح بتاعنا كويس جدا. احنا دلوقتي امام لقاح وطني، لقاح وطني، ولابد ان احنا كلنا نستخدمه، وده هو قبل التصدير امان طبعا، قبل التصدير لدول العالم كلها مش لمصر بس. ده تعتبره انجاز طبي؟ انجاز طبي طبعا. الحمد لله احنا اول مره، يعني المفروض على مستوى مصر كله اول حاجه نطلع برودكت مصري في شكل لقاح. ما احنا ما انتجناش لقاحات قبل كده، حتى اللقاح الصيني اللي موجود هو بتكنولوجيا صينيه بس بيتعبي في مصر يعني. بس هو الفكره ان احنا اللقاح بتاعنا المصري من بدايه من الاي تو زد بالظبط، فاحنا عندنا التكنولوجيا كامله الحمد لله، وبقى في خط انتاج، بقى في كلينيكال ترايل، وفي بيغضون الله يقل عن 6 شهور اقصى حاجه اللي هو المراحل الاولى والثانيه والثالثه. فده ان شاء الله يبقى معانا اللقاح المصري في السوق المصري ان شاء الله. اتفضل.